السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم؟ شو اخباركم؟ شباب عساكم طيبين؟ طال اليوم مثل ما انتم شايفين جايب لكم ماب رهيب جدا جدا جدا، يعني صراحة كبير وضخم بشكل ما تتصورونه، والماب متعوب عليه من قلب. الماب راح احط الرابطه بالدسكربشن، راح احط صفحة الشخص اللي مسويه وراح يكون الرابط داخله، وراح احط شرح شلون تحمل مابات. وايضا لما اللي عندهم اي او اس لما يشغل ماب راح يطلع له عالم عادي، ما راح يطلع له الكوستم ماب، فايضا شوف الشرح الثاني. و بس طبعا الماب توي ستوري 2 مثل ما شايفين الماب متعوب عليه، وعلى ادق التفاصيل موجوده، يعني متعوب عليه من قلب. فخلونا نبدا. اول شيء يقول لك جمب هير، انقز داخل. اوكي، في سلم هنا. اوكي، اول شيء هنا حاط لك Welcome to Toy Story 2. Creator of this of the map is هذا اسمه ported by MCPE Art. You will find many quests on this map. راح تلاقي أكثر يعني راح تلاقي مهمات أو quest اللي هي شلون ترجمها، يعني مهمات أو أشياء أنت راح تسويها. Try to collect as many watermelons as possible. يجمع اكثر عدد ممكن انك تجمعه من البطيخ او الرقي اللي هو الواتر ميلون. Each room you will find tricks. He will have a quest for you. ريكس ما ادري، اتوقع ان الكلب او ما ادري، ما اذكر بالضبط، لكن ريكس راح يعطيك مهمه بكل غرفه راح تحصلها، راح يعطيك مهمه. Use the bed to save your progress often. استعمل الفلاش عشان اساس انك تسيف. Rules: do not destroy any blocks. لا تكسر ولا بلوك. Beside watermelons باستثناء البطيخ اللي هو الرقي. فهذا شلون مسوي كذي؟ يمكن ستيرز هذه، والله ما ادري. المهم طبعا هنا حاط لك كم، ترى اختفوا، كان في اكثر من فلاش هنا، شلتهم وطلعت من الماب الحين اختفوا. خلاص خلنا ناخذ هذه العيال، انا ما راح انام الحين الصبح، فالله يستر. يعني يمكن يصير في مشاكل بالرسبون، انا حاسس كذي من الماب. فحاط لي دره هنا، خلونا اوف بغيت اطيح، خلونا ننزل. اوكي حلو هذه، معلش بس انا مقصر على الاضاءه اساس اني ما ايش اسمه الشحن ما يخلص. صحيح اني حاطه على الشحن بس ما ادري ليش بعد. اوكي خلونا نتمشى هني، ما ادري ايش اسمه. اوكي Andy's room. Andy ما اذكر اذا كان ولد او البنت، بس يمديني ادخل ولا لا، يمديني ولا لا، لا بس كذي احسن حاطه. اوكي اوه والله كبير. زين خلونا نروح نشوف هناك اول شيء، بعدين اذا جانا هناك في chest. اوكي مكتوب هني هاي باز، باز اللي هو طبعا تعرفونه باز يطير. I see you want to play. Okay, listen to me. The house is full of quests, but watch out for monsters. Go quickly to Andy's room. I will tell you more about your first quest there. Come on. Oh, nice. طبعا هذا واحد ما ادري من اللي قاعد يكلمني، قاعد انا الحين اللاعب اللي هو باز، اللي هو باز يطير، فقاعد يقول لي ان استمع لي، بهالبيت في متروس مهمات، فروح للغرفة اندي وراح تحصل مهمة وش ذي. بس خلنا ناخذ بس درع واحد وسيفين، خلنا نقول ناخذ شموع وبعوض ثمن. اوكي خلنا نضبط امورنا الحين، نلبس الارمر. اوكي اتوقع انه كافي الارمر، نحتاج لنا بعدين. طبعا انتم شايفين هذا يعني الشتلات اللي هو الشير، ف طريقة هني اتوقع. خلينا نشوف شنو كاتب هني. اندي اند ما ادري منو، ووتر ميلونز اول اوفر ذا هاوس. ذا هاوس اي ذيس ار بوينتس كولكت از ماني از يو كان، اللي هو البطيخ اللي هو الووتر ميلون هو النقاط بالماب هذا، فلازم ان احنا نروح نجمع ووتر ميلونز. واو مثل ما انتم شايفين هذا الدري صراحة شيء رهيب، شيء متعوب عليه من قلب، حتى ما يمدي هذا يسوي رندر مثل ما انتم شايفين. اوه والله متحمس للماب، والله حماس. اوكي خلينا نروح هني، ايش مكتوب ايش مكتوب ايش مكتوب. Andy's room no girls allowed. الحمد لله اني ولد. اوكي خلينا ندخل، في زومبي هناك ما ادري ايش اسوي.
خلونا نعطيه طاف. مثل ما انت شايفين هذه غرفة أندي اللي هو الولد. شيء رهيب والله، شيء رهيب. لحظة بس أنا بطلع بشوف إذا فانسي ولا فار ولا شو السالفة، إنه ما أشوف شيء بعيد، ما أشوف البعيد من كثر ما الماب كبير. لا 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 لا، مستحيل مستحيل. يا الله يا الله، أكره المابات اللي حق الجالكسي، أكرهها أكرهها. دائما تصير فيني كذي بالكوستم مابس، والله قهر. الحين شو أسوي يعني؟ لا من فلاش ولا من درع ولا من نقاط. لا حول. يلا يلا، مالي مالي، شو نحط أشياء إضافية. شوف هذه الثلاثة، معلش على الصوت. يلا ضمعت عليها زين زين. فاللي يبي يلعب الماب بيختمه بوقت واحد لا يطلع، فانا راح اوقف التصوير يمكن على ربع ساعة كذي، وبعدين راح استمر يعني الين ما اختم الماب يوم واحد يعني، اساس انه ما يصير كذي مثل ما صار. لان انا هم راح اعطيت الفراش واختفى فجأة كذي، ف والله مشكلة قهر. حتى كان اتوقع انه ماب نو ميرسي هم كان نفس الحركة، والله مشكلة كذي صراحة. اوكي خلونا نكمل الحين. jump on the disk quickly. disk اي نط بالمكتب سريع. مثل ما شايفين هني في ادراج الماب، اوف والله كبير. هذا الفراش، العاب هني، المكتبة، فراش اخوه الصغير كان وياه بالغرفة. مثل ما شايفين شنو في هني. خلونا ندخل ان شاء الله ما يكون في زومبيز ولا شيء. ووتر ميلون هذه نقطة، شيء رهيب. بعدين بالكرافتنج طبعا اقدر اردها بالكرافتنج اسويها بلوك، فتعتبر ايضا نقطة. ما ادري اذا هو بلوك الووتر ميلون يعتبر نقطة ولا البطيخ نفسه. اوه شلون اصعد هناك؟ ما يمدينا ينقز، شلون ما ينقز من هنا لهناك؟ يمكن اها. يو والله ما خلق نايز. اوكي كفو يا شنب، ننزل ولا ما ننزل؟ ننزل ولا ما ننزل؟ والله خاف انزل وتوهق. ايه ما كل لا ننزل ترى. اوه في ستير زين. اوكي كاوتر من طبعا ما راح يفيد هم انك تحط بتشست وهالسوالف. ما راح ينفع وياك. والله مشكلة الماب، بس شو نسوي؟ ما بعجيب يعني، لازم نلعبه. فبحاول اني اختم اكثر يعني، احاول اني العب وايد يعني اكثر. شلون اقولها؟ بس انا يعني بحاول اني شو اسمه احلل الماب يعني، العب فيه اللعب يعني. واي دام تو شنو كريب، ما ادري شو معناته. اوكي ما بنط، خلونا ننطر شوي بس. حط اللعبه ما ادري شنو. اوه في تشست هناك، شلون نوصل؟ بعدين شوف بعدين. خلونا الحين وين نروح؟ ايش مكتوب هنا؟ You finally came. How long did I have to wait for you? Each room contains a quest. كل غرفة راح تحتوي على مهمة. You must complete it to go to the next room. لازم تخلص المهمة قبل ما تروح للغرفة اللي بعدها. Your first task is to go to the crib and find first key. تروح حق أول مهمة أو أول طبعا task و quest والمهمة بعد شنو يعني، لها أكثر من كلمة تعني معنى واحد يعني. You will find the next objective there. Go go go. راح نروح الحين للكريب هذا اللي ما ادري شنو هو بالضبط، على اساس ان احنا نحصل اول مفتاح ومن بعدها نروح للغرفه اللي بعدها. طبعا شلون ننزل ما ادري، لا تسالوني. في دايزن. في وتر من تحت، بس ما نبي ننزل لها يعني، خلونا نحوس هني. اوكي ليش نطيت انا؟ اوكي في زومبي تحت. شنو الكريب؟ ما ادري ايش معناتها، بس بنزل لها الحين. الواتر ميلون هني، خلونا ناخذ الواتر ميلون. اوكي خلونا اوه سكلتن بعد يا ليل الليل.
شكلي باكل من الوتر من انا المشكله ما اقدر الحين احط اطلع واحط بيسفول، المفروض اني احط بيسفول. نحش لا في شربات كان حاطني، ما اعتقد اني العب بيسفول، بس اتوقع اني نطيت المكان غلط، ما كان المفروض اني انزل اتوقع يعني. ما اتوقع ان في تكمل هناك، خلونا نصعد مره ثانيه اشوف. ما حد شاف صح؟ يعني ما حد شاف. يلا نكمل، بروح حق يمكن الفراش قصده؟ اي يمكن. زين يلا نروح حق الفراش. اوكي في تشست هني. Great job, you made it. You find the first key. The second key is located by Andy's bed. Good luck. المفتاح الثاني اللي هو من دايموند راح يكون بغرفة بفراش أندي اللي هو الأزرق اللي هناك. فا أوكي في واتر ميلون هني. أوكي خلونا الحين نروح ناخذ المفتاح اللي بغرفة اللي بفراش أندي وبعدها نختم الحلقة ونبلش حلقة بعدها. والله ما ادري ايش اسوي الحين، يعني مو معقول اني بنحكر مني، يعني لازم ارفع لكم الماب، ارفع لكم اقصد الحلقه بعدين اكمل، بس شو اسوي؟ اوكي الحين قاعد ادور طريق اصعد منه حق فراش اندي. في وتر من مثل ما تشايفين هناك، شلون اصعد؟ خلونا ندور، خلونا نحط التورتشز على اساس انهم يرسبنون اشياء هنا ويأذوننا بعدين. واتر ميلون يا سلام. اوكي ما في شيء هني. ولا هني. زين ما في شيء بطيخي يقول لي انه هو هني شيء، يعني ساينز فوق الفراش تحت الفراش. او في ساينز فوق الفراش. بس شلون اصعد؟ هذا الحكي كأني شايف صعد هناك. يا الله طال موبز. بس ايوه صعد. كفو. حلو حاليا ماشيين تمام. اتوقع ان الحين بالدرج حاليا قاعد اصعد من. اوكي الحين وين اروح؟ ما يمديني لا اصعد هني ولا هني، فاتوقع ان ننزل هني وبعدين توهق ما نقدر نصعد هناك. يا اخي نذل هذا. او لا ركاك هني تكمله. لا والله شلون الحين؟ توهقت انا. خلنا نكسر بلوك عادي، يعني ما حد شاف. خلونا الحين نكمل. والله ما ادري اذا نمت راح وين الفراش اللي كنت ماخذه. صح نسيت. والله مشكلة. حلو لا ناكل، بس هنسى بالخط واكل. اوكي خلونا نروح هناك. تعال شمني. يا احليلك عندنا مفتاح الحين وما ادري وين اوديه. اوكي صعدنا. كفو. واو اطحس. طايحه واحده تروح ملح يا حبيبي. لا بنزل هني. ايوه ناخذ الووتر ميلون. والله مو حلو اطيح الحين. طيحت ببيزه. اوف والله اخترعت. اوكي ممتاز. يا اخي والله رعب الماب. وين الفراش؟ انا وين قاعد اروح؟ مو طريقنا هني حق الفراش، بس يلا نمشي. ما ادري وين رايح، بس نمشي يلا. ما اقدر انزل هني. وين اروح يا شباب؟ كفو. Great. The third key is yours. Only one more key left. It's hiding somewhere high above the dresses. Find it and the treasure will be yours.
عشان اخلص من غرفة هاندي. طبعا الحين انا خطرت مفتاح، خذيت المفتاح الثاني الثالث عفوا. ايش قصة ام هني انط ولا لا يا اخي؟ دائما يخرع هذا، ما تجي حاط لك ستيرز ولا محاط. في نزله هني شنو هذه اخي؟ والله خايف انط يطلع ما في شيء واموت واتوهق. انا ليش غبي؟ ما في شيء. شنو ما نطيت؟ واو انا صرت فوق. ماشي بعد لوين مصعدنا يا ابو الشباب؟ شكله بيوديني حق المفتاح الرابع هذا. والله شيء رهيب. طبعا المفتاح الرابع فوق الملابس، الملابس وين وش قصتهم ما ادري. اوكي حلو، ان شاء الله انا رسبنيني خلاص يبدا يرسبنيني. بس هم ما اتوقع انه راح تختفي الاغراض بعدين. تشيست شنو فيه؟ ستيكس، ما ادري ايش راح اسوي فيهم. لو باتري مع اني حاطه على الشحن بس يلا. كرافتنج، يوز ذا 3 دايموند ستيكس تو كرافت ا بيكاكس، يوز ذا بيكاكس تو بريك ذا لابيز اند كلايم يور تريجر. ايوه مثل ما انتم شايفين انا خطرت دري للاسف الشديد، خطرت عفوا مفتاح، فما راح اقدر اسوي بيكاكس ولا راح اقدر انط. فالمفروض اني ارجع حاليا اساس اني اجيب المفتاح اللي هو هناك على الفراش اللي ما ادري شو راح انزل له. جد ما ادري شو راح انزل له. فخلوني الحين اوقف الحلقه وعلى طول اسجل بعدها حلقه ثانيه. هذه الحلقه يمكن تنزل يوم اللي بعدها باكر او اللي عقبه ما ادري. لكن يعني صراحه انا خايف اني انط، ما ادري حاسس ان ايدي بتخوني وراح اطيح، فما ودي اني اخاطر عشان بطيخه واحده بس. فخلوها تولي، لا انا حاسس اني راح اطيح عشان كذي. ف ولا تدري شلون كني بسحب على المفتاح الثاني. يا الله يا الله يا الله، والله حاسس اني بطيح ما ادري ليش. لا قلت لكم ايدي راح تخوني، قلت لكم ايدي راح تخوني. رسبنت فوق بس راح اغراضي الدايمن والاشياء هذه كلها راحت. ما ادري ايش راح اسوي ليش. خلونا نحاول ننزل لهم، ايش رايكم؟ يا اخي انزل يا اخي، والله حرام. والله حموت ولا لا؟ كفو. زين كذي معناته اني راح ارجع للارض، يعني للمستوى الارضي، طابة الارضي، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله اني احصل اغراضي ما يروحون علي ان شاء الله. يعني ما ادري هو يمين يسار صح انا رايح ولا غلط. ايوه كفو 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 كفو. وحش كاي اغراضي، والله شنب والله شنب. الدايموند دهم شيء زين. اوه كاكاكا الدروع، الدروع فوق، الاغراض فوق. يا رب شو اسوي الحين؟ طلع المابس يا الله. زين زين زين، راح نغش طبعا وراح نصعد فوق بسرعة سريع بسرعة. وين البلوك؟ كفو كفو كفو. ارشرز ارشر ايش اسمهم هذيلا؟ ايش اسمهم؟ سكلتن 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 سكلتن. اوكي ما ادري راح اعدل وضعي بعد شوي ولا لا. فانا انصحكم انكم تلعبونه شو اسمه بيسفول ولعبه للراحه، بس ما توهقون الوهق اللي توهقت فيها الحين. بس هذه كانت حلقة اليوم، اتمنى انها عجبتكم. يا ريت تضغطون لايك للمقطع، كون شكلكم جدا 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 اذا اضفتوه من فضله. لا تنسون تشتركون في قناتي اذا ما كنتم مشتركين. شكرا على المشاهدة، مع السلامة.